استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير أمس رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وأعضاء جمعية هذه هي البحرين والمشاركين والمساهمين في فعاليات هذه هي البحرين التي أقيمت تحت رعاية كريمة من جلالة الملك المفدى في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وبمناسبة التدشين الرسمي لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية والذي يعتبر تخصصا علميا حديثا يضاف إلى العلوم الإنسانية فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمته السامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في لقائنا هذا الذي ننتهز فرصته لنسجل تقديرنا لجهودكم المتواصلة ومساعيكم الموفقة في نشر الرسالة النبيلة لمركزنا العالمي للتعايش السلمي والعمل على تحقيق أهدافه الإنسانية التي جسدها إعلان مملكة البحرين، وتقديمه كمرجع عالمي يعمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتأكيد على حرية الفكر والمعتقد في إطار العيش المشترك الذي لا بديل عنه لعالم متصالح وآمن. لقد أفرحنا نجاح برنامج عملكم خلال زيارتكم الأخيرة لمدينة نيويورك وتنظيمكم للعديد من الفعاليات لتعريف المجتمع الدولي بالوجه الحضاري والتنوع الإنساني لبلدنا العزيز وبما يحمله من عمق وثراء. كما نبارك لكم بهذه المناسبة النتائج الطيبة لأعمال الندوة رفيعة المستوى التي ناقشت دور القيادات الدينية في تهيئة مجتمعات مسالمة التي جاءت مؤكدة على التزام وقدرة مملكة البحرين في دعم الأجندة التنموية الدولية والإسهام بفعالية في تحقيق السلام العالمي. ونود بهذا الخصوص أن نشير إلى الدور الرائد
لأهل البحرين في تشكيل النموذج البحريني الفريد الذي يستمد خصوصيته من مواقفهم الوطنية وإرادتهم الصلبة وقناعتهم المستنيرة، فهم على الدوام خير من يعبر عن الروح البحرينية الودودة والمتسامحة واليقظة في ذات الوقت لحصانة ومنعة المجتمع من مظاهر التطرف وتبعاته. وستعمل البحرين وبعون من القدير لتبقى موطن خير واستقرار، وسنسعى مع أصدقائنا وشركائنا ليحل السلام الشامل في العالم، وليكون الحوار والتقارب والاحترام والمحبة أساس العلاقات بين الشعوب. وكما قال تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل الشكر والتقدير لكم مرة أخرى، وأخص بالذكر جمعية هذه البحرين على جهودها في التعريف بقصة نجاحنا الوطنية في مجال العيش المشترك، متوجها كذلك بالتهاني للبروفيسور ساجيورو على تعيينه أستاذا للكرسي الأكاديمي بالجامعة الإيطالية، متمنين له النجاح في مهامه الجديدة لدعم وتطوير البحث العلمي والمعرفي في مجال تعزيز التقارب الإنساني، لمد جسور التسامح والوئام بين الشعوب، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد في سعيهم الموقر لخدمة البحرين وحمل رسالتها لخير العالم واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ألقى البروفيسور الإيطالي أليساندرو ساجيورو كلمة عبر فيها عن عميق شكره وتقديره لدعوة جلالة الملك المفدى أيده الله له ولبعض الطلبة من جامعة سابينزا لزيارة مملكة البحرين، معبرا كذلك عن شكره لجلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بإنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا، مشيرا إلى أن الكرسي سيلعب دورا هاما في الحياة المستقبلية في الجامعة التي تضم أكبر جالية من الطلبة والأساتذة الجامعيين في أوروبا، كما أنه سيساعد على تعزيز جوانب الإلمام الهادفة بعلوم الأديان. كما أوضح البروفيسور أليساندرو ساجيورو أنه سيتم تقديم أنشطة كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي على ثلاثة مستويات، هي درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم الاجتماعية والأديان، ودرجة الماجستير في دراسات الأديان، إضافة لدرجة الدكتوراه في الأديان والتأملات الثقافية، مؤكدا أن الكرسي سيلقى الدعم من الجامعة. وقد وجه الدعوة إلى جلالة الملك المفدى للتكرم بتشريف حضور حفل الافتتاح الرسمي لكرسي الملك حمد في العاصمة الإيطالية روما يوم الاثنين الموافق 5 من شهر نوفمبر المقبل في جامعة سابينزا. كما أشاد البروفيسور أليساندرو ساجيورو بدعم جلالة الملك المفدى لمؤسسة سابينزا، والذي مكنها من إقامة العديد من الفعاليات التي ساهمت في تحسين كبير لرسالتها ودعم البحوث وتعزيز الثقافة والتميز والتوسع في العديد من الفعاليات والمنح الدراسية. وعبر البروفيسور الإيطالي عن عميق شكره لدعم ومساندة جلالة الملك المفدى ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المؤسسة الخيرية الملكية المخصص لمؤسسة سابينزا
وهي بمثابة القلب لتقديم شتى أنواع المعونة والمساعدة للطلبة لمواجهة كافة الصعاب، مشيدا برؤية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الإنسانية وما يتيحه إعلان مملكة البحرين للتفكير في مبدأ حرية الأديان ليس ككلمات مجردة بل كفرصة مواتية وواجبة على جميع قادة دول العالم. وقال: لقد طالعت باهتمام كبير كلمات جلالتكم الشجاعة في إعلان مملكة البحرين فيما يتعلق بالتسامح الديني كمشروع سياسي لمستقبل الإنسانية، وأتفق تماما مع رسالة جلالتكم. وفي ختام كلمته عبر البروفيسور أليساندرو ساجيورو عن تشرفه بالمثول أمام جلالة الملك المفدى رعاه الله والخدمة ضمن مشروع جلالته العالمي، مؤكدا أنه سيقوم بعمله بكل ما أوتي من طاقة وقوة. سيدي يا صاحب الجلالة، يا ذروة سنام الوطن وقمة شموخه، ويا سليل أكارم العروبة وعظيم فخرها، أقول يا صاحب الجلالة نيابة عن كافة منتسبي مركز الملك حمد للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين وحولك هذه العصبة من خيرة أبنائك، شكرا يا سيدي لعظيم فضلك بأن نقف بين يدي راعي نهضة السلام والتعايش، شكراً بأن جعلت التسامح والسلام أول الطريق نحو العزة والمجد والفخار. شعوب الأرض يا صاحب الجلالة يسكن الأمن والسلام أحلامهم، أما نحن في مملكتك الزاهرة يرقد السلام أعماقنا ويستقر واقعنا، لنكتفي بهذا الشرف بأن نعيش أسرة بحرينية حافظة للعهود حاضنة للوحدة الوطنية بعباءتها وبرايتها الخليفية بروحها وبوجدانها وباعتزاز أبنائها. فنحن اليوم يا صاحب الجلالة نقف وقفة صناديد حق في كل أصقاع الأرض، حاملين نموذجاً فريداً في التعايش السلمي والتسامح بين الأديان والأعراق، لم يأتي إلا بفضل رؤية حكيمة وبصيرة نيرة لملك من الله تعالى به على هذه الأرض الخالدة، جعل من المحبة والتعايش والسلام والتسامح أسساً رصينة وركائز متينة لحكمه قولاً وعملاً. سيدي يا صاحب الجلالة، بالأمس القريب وقفت وفود العالم إجلالاً واحتراماً لحكمة جلالتكم عندما زينت أربقة البيت الأممي في نيويورك بإنجازاتكم في مجال التعايش السلمي، فقد وضعتم النقاط على الحروف وقدمتم ما عجز عن تقديمه الآخرون وقدرتم المستقبل برؤيتكم المستنيرة حق تقدير، فأشادوا بالأمن وبالاستقرار في البحرين وأكدوا بأنها من أهم الدول الجاذبة للتطور والتقدم والبناء وترسيخ السلام. كما وسنشهد يا سيدي في الأيام القليلة القادمة التدشين الرسمي لإنجاز أكاديمي رائد يتمثل بإطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في أحد أعرق وأكبر جامعات أوروبا، وهي جامعة سابيانزا الإيطالية التي يلتحق بها أكثر من 120 ألف طالب وطالبة. الكرسي تنافس على شرف رئاسته أكبر الأساتذة الأكاديميين ليضيف تخصصاً حديثاً في قسم العلوم الإنسانية في تلك الجامعة العريقة. سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، إن ما قدمتموه للبحرين جعلها لا تكون إلا في الصدارة وفي الريادة، فردوساً يقصدها الناس من كل صوب تنصهر على أرضها
كل الأعراق والأديان والمذاهب والأرواح والدماء نحو هدف واحد، وهو بناء الوطن يداً بيد وساعداً بساعد، يحلقون في فضاءات العالم بالعلم وبالإنجاز، ويتسلحون بالسلام وبالمحبة. فطوبى لراع حكم فبنى فأحكم بناءه، وهنيئاً لشعب ضربت جذوره ميادين العمل وبلغت أفرعه سماء الإنجاز. يقف ثابتاً بوسام عز على صدره، هو اسمك يا حمد، هو اسمك يا حمد. شكراً. ثم تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى، وتشرف أيضا وفد من جامعة سابيانزا الإيطالية والبروفيسور الفائز برئاسة كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بالسلام على جلالة الملك المفدى. بعد ذلك قدم البروفيسور الإيطالي أليساندرو ساجيورو الهدية الرمزية من رئيس المؤسسة البروفيسور بياجيني، عبارة عن المنيرفا رمز الحكمة من قلب الجامعة، المرسلة لجلالة الملك من العمادة العليا بالجامعة، وهي عبارة عن ميدالية سابيانز التي تمنح فقط لقادة الدول مع إهداء خاص باسم جلالة الملك المفدى رعاه الله. Thank you.
Today's a very proud day for the Kingdom of Bahrain and for His Majesty. نشعر بالفخر العظيم اليوم للقائنا بجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستقبال رئيس كرسي جلالة الملك بجامعة سابينزا الإيطالية في روما. هذه البحرين قد عملت لمدة 3 سنوات على هذا المشروع الذي يلقى رعاية مباشرة من قبل جلالة الملك، حيث يسعى لنشر ثقافة التعايش والتسامح الديني. رسالة هذا المشروع ليست موجهة للبحرين فحسب، بل هي رسالة للعالم أجمع: التعايش السلمي والحوار بين الأديان نقل البحرين إلى مستوى جديد كلياً. لقد عرف العالم الصورة المشرقة للبحرين وعزز المكانة الرفيعة لجلالة الملك في أعين الناس. كلمات جلالة الملك لامست قلوب الجميع لما حملته من معان عميقة على مختلف المستويات، مؤكدة على الثقافة التي يسعى جلالة الملك المفدى لنشرها في العالم كافة. إنه لشرف كبير أن أحظى برئاسة كرسي جلالة الملك حمد في جامعة سابينزا في روما. هذا الكرسي مخصص للتعايش السلمي والحوار بين الأديان. سيكون التدريس بالجامعة على مبدأ التعددية الدينية، مما يمد جسورا من علاقات الصداقة بين مختلف الثقافات والشعوب. نعيش نحن شعب البحرين الكريم عيشة محبة وإخاء تحت راية الراية الخليفية، وقد تفرد سيدي صاحب الجلالة بدعمه الدائم لمسيرة التسامح والعيش السلمي، وأيضا نحن نعيش تحت المظلة الخليفية السامية عيشة محبة وإخاء، وقد نتج عن هذا نسيج متكامل نعمل يدا بيد دائما ونهب لرفعة هذا الوطن واستقراره وتطوره. اليوم تشرفنا بالسلام على سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد. احنا طلبة جامعة البحرين اليوم ايضا التقينا بطلبة جامعة سابينزا وتشرفنا باللقاء فيهم، وكان لقاء جدا طيب حيث تبادلنا يعني بعض المعلومات بين جامعتنا وجامعتهم، عرفنا اشياء كثيرة عن جامعتهم وعرفنا ليش يعني كرسي جلالة الملك الاكاديمي صار في هذه الجامعة كون الجامعة عريقة.